احنا بنقصنا وعي. انا مش مهم تطلع عند ممثل، مش مهم تطلع عند ايا كان، فنان مش فنان، مهم يكون عندك وعي، يكون عندك فكر. احنا بمنطقة ميتة، احنا بمنطقة الموت عندنا 24 ساعة، يا بتكون فاهم يا بتروح عليك. اذا انت في عندك وعي جاهز تبقى امورك تمام. انا اضل اطفال، انا مش بدرب 6-7، انا اضل بس يكبروا بدي اشوفهم اثقال. مش عارف، مش عارف، هو موضوع الثقافة بتحسه احيانا انه مش واصلين له كيف لازم. انه كيف تمام بدي اكاتل بالثقافة، بس عندي مسرح بعمل مسرح بحدوده 10. برضو ذاك اطراح انك انت تبيع فيش فيها مسرح. اخوي احنا شو المسرح اللي عندنا؟ لما انا بروفا مش عارف اعمل، لما انت بتفوت على بروفا بنص ساعة بفوت الجيش، بتعرفش تكمل ساعة. هاي بيئة ميتة، يعني احنا اللي بدنا نحييها، احنا زي ارض فيش فيها مي، احنا المي بهالمكان. أنا محمود أبو عيطة من مخيم جنين. بدي أحكي من البداية لوين وصلت. ولادتي كانت غير طبيعية، عشان بشهر 4 بسقط صاروخ من سماء فلسطيني المحتلة، بنزل 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 بروح باتجاه الضفة الغربية، بنزل أكثر أكثر بصير واضح إنه ماخذ اتجاه شمال الضفة الغربية، بنزل 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 أكثر، الناس عرفت وتأكدت إنه راح يسقط على بيت في مخيم جنين، وبتفجر بغرفة تجهيز ولادتي. أبو أيوة وينك زلمة مسكر الدنيا؟ عندي شغل بلاء. أبو تبارك الله. وين باقي؟ خروبي. شو عليك؟ والله عندي شغل، بدي اروح المكتب اليوم عشان جوازات السفر. عندي تدريب بالمصلح. تفطر؟ بدك تفطر؟ نفطر. وين تفطر؟ وين تنا؟ وين تنا ليش؟ ماشي والله ماشي. أنا عارف والله غير ما جرب مالك. مالك. يا اخي محمد، بدي اسالك شو صار بموضوع الدعوات، لانه صراحه في شاب بيستناني من برلين بتواصل معي انه نجيب الدعاوي من برلين من المانيا، ولا نجيب الدعاوي من برشلونه، لانه زي ما حكيت لك الموضوع هو انه التعامل مع السفاره الالمانيه شوي صعب حاليا، فالموضوع واقف عندك ومعناش كثير وقت، فشو بتنصحني؟ لأنه بستنوا مني رد. تأخرت ليه؟ زلمة روحت من التدريب الثاني، يلا فوت، يلا 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 معناش وقت، يلا يا طارق، يلا تواصي. تأخرت كثير صح؟ تأخرت كثير يا حبيبي. وصلت أكل. قلت لك تعنام عندنا. شباب ساعة ونص. بدنا نشتغل كيف لازم. بدناش جوالات، بدناش حدا يقول لي بدي أطلع عندي مشوار، بقول لك شو عندك تقول لي بدي أطلع على الأذان. بعطيكم بريك مش مشكلة. طيب عارفين اليوم على شو بدنا نشتغل؟ حافظين التسلسل تاع العرض؟ كيف بلشنا؟ حلو. دخلت وحامل الترفوه. هلأ أول صاروخ بقى على الأرض. المشهد الثاني مشي 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 مشي. المشهد الثاني تبع المشهد الشفا، مستشفى الشفا. طيب بس ما علينا، من هون ل 16 شهر قبل يوم العرض انتوا نصوصكم راح تكون جاهزة وراح تكونوا شغالين عليها ومرتاحين. يعني احنا شو اليوم؟ التاريخ 4 12 يوم. هس
بدنا نكون نحمي. استنوا اسمعوني، بدكم تكونوا متحمينا نشتغل بطاقة بنت حرام. شباب شو قلت انا امبارح؟ اهم نقطة مساحة. انتم مطلعين على المساحة؟ يلا شوف كيف المشهد ببلش. ابو الهجة محلك؟ اوكي. لولو اكتر على الجمهور، اكتر لولو اكتر لولو اخرى واحدة لولو. هسا انزل انزل، استنى خذ لحظة، انزل 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 انزل، نزل راسك، نزل 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 بالضبط، طلع على الجمهور. يلا جوش استنى، قلت لك معاه اول ما يحمل انت بتتحرك. الو مع مستشفى الشفاء. شوي هذا واحد ببيع حديد اخوي. ليش صوتي؟ هذا واحد شو صوت بنتي. كل اعملها كيف لازم، شوي جرب. مين بيكون لف وجهه؟ خلصنا، نبلش نقوم شوي شوي زي ما حكينا. واحد من الدمار من الغبرة، تاخ تاخ التعب كله، الحرب 8 أشهر، قصف قصف مستمر، 70,000 شهيد، كل هذا تحطه في مخك إنك أنت يا دوب قادر تكوم. بالضبط 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 بالضبط. الصروخ زمان الفيديو بكره بعمل لك عقده نفسيه، انت مبلش خلص ايش هو صار معك ضلكش تحضره بكره اذا بعمل لك مشاكل. هذا بديش انا، بديش ضل اطلع بتشضل بالمخيم زمان. واقع هاي، واقع هاي حياتنا، احنا عايشين بالمخيم من ما خلقنا واحنا بالمخيم، بالطول بالعرض بدك تعيشه، مش كل ما يقولوا اجوا بدك ضلك تهرب وتضلك تفوت خلاص. بدنا نشتغل وبدنا نعيش نتكيف مع الوضع، مخلوقين هون بدنا نضل عايشين هون. بشتغل عادي، شو انا الحال انفدت من الست. يا زلمه شو عايش، شو عايش وبتشتغل هون؟ زلمه عادي. طب انا مرينا باحداث كثير بالمخيم، خلص يا اخوي مش الله كتب لك عمر جديد، بدك تتعامل مع الاشي عادي، يعني احنا تحت احتلال بالنهايه، بين اللحظه والثانيه بدهم يفوتوا، بدهم يعملوا لك شيء، تضلكيش هيك. نرجع لموضوع المسرح. طب المسرح بهاي الظروف بده طعمي خبز؟ هيني باكل خبز. تاكل خبز تتخوت معهم؟ هذا يعني عن جد، عن جد ندشر شغلنا ونروح على حكي فاضي. يا اخوي مش حكي فاضي، اخوك فنان. اخوك فنان، مبين عليك فنان ما شاء الله. فنان بتلعب حديد وبتاخذ اجركم بتحط بروتينات واكل وخلص، هاي بتنام بتروح بتعرض لكتافك غاد عندهم. لا لا تتصور. شو فايدك يا حبيبي؟ شو طايلنا؟ بطب واخذ مصاري، باخذ مصاري. عندك طلاب؟ عندي طلاب، عندي. انا معلم، انا اسمي بالسوق ابو عيطة. حلو، انت معلم. انا عندي طلاب، طلاب هذول. المخرج محمود ابو عيطة بده يطلع معاهم على البانيا. طب فاهم؟ انا بدي اروح عندهم اقول لهم انا محمود ابو عيطة عايش بالمخيم. بعرف تعرف كل شو وضع غاد. هين انا هون، انا عايش، عايش بتهرب. انا بستحق، عايش بتهرب واحنا اللي بناكلها. هاتي هاتي هاتي، في مشكلة صارت معانا لو الشغل. أنا قلت لكم أنا رفعت ميل، أنا مش راح أكمل معاكم، خلصت المسرحية التغت تقريبا، كل إشي التغى، الصفرة التغت كل إشي. أنا هسه بفرجيكم الميل، أنا عن جد خلصت معاكم. صفرة لغيت كل شيء التغى، أنا مش عارف أتعامل معاكم صراحة، أو أنا بكيت شك إن أنا بجوز في غلط علي، بس لا الكل بقول إنكم أنتوا الغلط، فأنا بدي أسمع منكم إذا في غلط مني، في تقصير مني، في كذا في كذا، كله عشان أعرف أنا شو، عشان ما ظلمش حدا منكم من هسه.
قبل ما ناخذ قرار باتجاه اي حدا. كلي فيش يجي فيش حك علي طارق فيش حك علي. طيب بدكم تضلكم تمزحوا بدكم تضلكم تتهبلوا بدكيش تلزم بالوقت خليك هيا خليك عايش بالمخيم كيف الحياة ماشية. اما تلزم تطلع تشوف العالم تخرفهم هذا القرف اللي انت بتعيشه تخرفهم عن حياة المخيم عن المسرح تروح تشارك المسرح الناس اللي برا تشتغل مع مؤسسات من برا. عندكم قضية تخرف عنها يا جماعة الخير عندك قضية تخرف عنها برا شو عنده يخرف اللي بعمرك الكلب بتاعه مش راضي يوكل. انا حضر انا طلعت شفت حضرت اعمالهم واحد بيكتب لانه الكلب بتاعه مش راضي يوكل. هاي حياته هون اسمع عندك قضية انت مش عارف تطلع من اختها المخيم هيو بشرفي هيا حيفا هيو البحر هيو مش بعيد عنا اقرب من نابلس شفته يا اخوي. طيب بدناش نخرف الخراف للعالم بدي اطلعكم من هاي الكوكعة انا شايك بقول لك روح شوف عالم انزل اتدرب تحت شوف نفسيات شخصيات جديدة عشان تعرف انه العالم والكوكب مش بس المخيم. انا لما اطلع لك بشوف محمود وصغير انا شايف حالي فيكم. الصاروخ اللي عبطته لكلت منه شضايا انا عبطت صاروخ قبل 5-6 أشهر اذا ما انا عايش زيك انا فاهم شو بتفكر. ولكم تعالوا نوصل صوتنا لاخت العالم تعالوا نساعد بعض تعالوا نعمل اشي حلو. الو سلامات محمود. هلا يا حبيبة قلبي. والله الحمد لله تمام. محمود فبحاول بسرع وقت عن جد انه ننجزه هسا اذا اخر شوي مثلا ببعث اذا بدك من هون لليله بننزل بوستر مثلا حلو وانا اوريدي يعني انا هيك داعي شويه ناس فهمتيني وانا هسه ببعث لك معلومات لعرض اخرى. اوكي يلا سلامات. انسى روحي وياك وانضلت بافداك. كمل كمل تحرك تستناش الاشي الجاي. يعني انا مش واقف هيك بستنى تضرب الصاروخ الثاني مبين انه الدكا. اكثر تحرك ايوه حرك. شكراً روحوا تريحوا ناموا إن شاء الله نضل عايشين وبكرة نقدر نكمل. أي ساعة بكرة نيجي الصبح؟ مش رح نقدر نكمل في تقريباً 7 جرافات صارين وأكثر من 60 جب الفتحة الكل قاعد ببعض أخبار. فبحياتكم بسرعة وقت روحوا على البيوت بديش حد يضل بالشوارع المخيم فاضي عالدار. أهلك طلعوا ولا بعدهم؟ طب بتروح تطلع مع أهلك؟ اخلص سرعه كل واحد يروح على داره. اغراضكم في حد قاعدين ببعثوا اللي بحب النبي يخلي اغراضك بلش مع اغراض ببعث لكم يلا اخلص. الو انا حاسس مش راح اكمل. شرف شو حاسس راح يصير بينا زي شهر 7 شو تصير بينا؟ شرف يبعثوا داره بعثوا انكسفه جيت ببالي. يلا اعطيك شيء. يلا انتبه. يلا سلام. سلامات سكر الباب. الجيش اقتحام كبير للمخيم حاليا الساعة 3:30 الصبح لا تسمع. روح ندبر حالك. الجيش طلعوا متتان وفايتين علينا على المخيم.
بعد الجيش بالمخيم وخلص يعني احنا تعبنا. استنى استنى شوي شوي الكاميرا خربت. استنى ننام يا جماعة بالسيارة والدار هي هون فيها الجيش مش راح نقدر نروح مش بعيد كثير المخيم. يلا صباح الخير نوم موفقة مع الهسهس والكارس والجوع جوعانين احنا. قوة قوة بالجبرية. هلا قوة بعد بركين قوة شارع الناصري قوة عند قائد آدم قوة بالسهل. يعني منقدرش نجي على المخيم من بركين. هيا الزمان محمود نصور فيها طريق جاسون. شوف طورنا نعنع شكله اليوم عرضه من جوا طلعت وشوف الدم ما شفتش ألوان. حبيت الحرب غصب عني زي علاقة حب بين ذكر وأنثى. بس الفرق بعلاقتي إنها الحرب بتسمعنيش. كنت أهديها هدايا كثير كنت أهديها صمت أهديها صراخ بمسيرة جثة شاب. كنت أهديها خجل لما رجعت على الحارة وشفت مريم تبكي عمجد. كنت أهديها أحضان تعبي جسمك فان ودم. هلو شو أنس وينك؟ نايم كناك صحيتك؟ وين الجيش؟ أقول وين الجيش؟ قلت للجبريات وان بالبلد طلعت قال على الجبريات قوات خاصة ونزلت على البلد أنا أعمل ورق السفر وهذا في المكاتب كلها مسكرت من الجيش وهذا فيش حد فاتح. بس اليوم آخر يوم معي بدي أقدم للسفر تاعي على ألمانيا على فرنسا وبدي أشارك ومحمود أبو عطا ومسرح الحرية وطلابي وكل هاي الأشياء. فجأة بدخل الجيش كل مكاتب السفر بتسكر. أنا لشهر شهر ونص بطارد عشان وراك السفر. أنا بتطلع بالصغار بناموش الليل خرفوا كل المخيم بدهم يسافروا. أنا حملت مسؤولية. أنا بطلت أفكر بالسفرة بطلت أفكر إن أنا راح أعمل إنجاز بطلت أفكر إنه الناس راح تسحجلي أو لا. صرت أشوف هدول الأطفال كديش هم متفائلين هم راح يطلعوا. بتعز علي إنه أنا كل تعبي يروح عشان والله الجيش الإسرائيلي فات. والله ما يعيش بشرف أختي ما يعيش يا شرف ما هي أي شيء. إشي بعد التماني بالليل بتفصل مخك بصير عندهم إلهم أنت بتصير بني آدم إلهم بس تستنى يفوتوا ويطلعوا. هم الوقت هو بيمسك الوقت وبوقفه. اللي بصير عندنا هون ما بصير عند أي حدا. بتعاملوش معاك إنك أنت مسلح أو مش مسلح. أنت فلسطيني إرهابي من ثلاث سنين وشوي ما حضرتش عرس بالمخيم. جيل كامل امحى جيل كامل. فتحنا بسنة ثلاث مقابر احنا ثلاث مقابر فتحناها بسنة. انا صاحبي كان معي بالسعودية طلعت انا وياه على السعودية وطشينا ولاد صف وكبرنا مع بعض وكل اشي كان تمام لحد ما صار اكتئام على المخيم كبير وانضرب صاروخ راحوا فيه ثمان شهداء كان من ضمنهم جمال صاحبي. طشينا مع بعض وعشنا ايام حلوه مع بعض. فجاه لقيته مكفن يعني لحاله انا وياه بغرفه بس. Thank you.
بالضبط. ايوه امشي 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 على الاسعاف امشي. شكرا لحضوركم في ظل الظروف. اكثر من مره وكنا نشتغل وفوت الجيش فجاه، اللي روح اللي بدنا ندير بالنا عليه وكل هاي الاشياء. فعن جد يعني الحمد لله ان قدرنا ننجز لو هذا الوقت القصير. مسموع انا تمام؟ اوكي. أنا فخور جداً، أنا والطلاب، البعض من الطلاب. شكراً لجميع الحضور من أي مكان في العالم، وإحنا أكيد بنتشكركم كثير إنه بنشكركم إنكم أعطيتونا من وقتكم. للأسف كان المفروض إن إحنا نكون اليوم متواجدين معاكم وهذا العرض نعمله على خشبة المسرح، لكن الإجراءات والمشاكل السفر عشان إحنا في حالة حرب كانت أقوى منا. يس، وبنحلم دائما يكون في متوفر امكانيات الشباب والطلاب والصبايا الموجودين عندنا يقدروا يوصلوا رسالتهم في الطريقه المناسبه. احنا المرحله اللي بنعيشها هسه احنا في حاله حرب هي أسوأ من اي مرحله عشناها قبل، وهدول الاطفال تعرضوا لحالات ولصدمات كثير قويه جدا في المخيم من الاحتلال. Thank you guys. Thank you. Thank you guys. See you next year, inshallah. كان نفسي إن أرتاح، إنها ما تحطنيش بوز مدفع، ما تلبسنيش الثام ولا تحملني سلاح، أتصارح مع حالي إني مش مرتاح، وأبعد عنك وأتشدلك من بعيد، كان نفسي أحكيها من دون ما أخاف، من دون جثث من دون صراخ جوا المعركة ما تجندني، كان نفسي أحكيها وأصحابي حوالي بس سرقتهم مني، سرقتهم مني، سرقتهم مني. أنا مش نفسي أحبك، أنا بحبك، بس بعد ضرتك عني. ذرتك حرب، ذرتك قاسي تجيبك من بلادك ترميك بحارتي، من بيت اهلك من احبابك، يوم زفافك ذرتك زرعت لك عبو بنص الشارع، يوم زفافك فستانك مزعوا الحاجز، يوم زفافك مش راح نشغل اغاني.